واحد بيقول هل الكنيسة القبطية عالم خاص خاص بها لونه أبيض وبه صليب في الوسط ولونه أزرق، حيث صرح أحد الأساقفة بذلك لمجلد روزل يوسف برجاء الرد: نحن مصريون والعالم بتاعنا هو علم مصر وملناش علم غير كده. وما تصدقش الكلام اللي بيجي في الجرايد، لو تقولي على اسم الاسم ده انا اقدر اتفاهم معاك كويس.